مساء الورد والزعفران، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم مع فاطمة في فيديو جديد. اليوم اقتراحات ولا أروع، دي غوسيت اللي ديجا بارطاجيتهم معكم. اليوم جيت نفكركم فيهم باش تاخذوا يعني افكار اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف. غادي نشوفوا تحليه سلطه، غنشوفوا ان سوب وطويجين. شي مرات كنكونوا عارفين شي وصفات، غير خاص اللي يعطينا فكره او اللي فكرنا فيهم، حيت يعني صافي كندوخوا ما كنبقاوش عارفين شنو نديرو. فجبت لكم هاد اربع اقتراحات، فبقاو معايا وتبعوا الفيديو مختصر جدا وندوزوا مباشره يعني طريقه التحضير. غادي نبداو بسم الله بالتحليه اولا بالكيك اللي هو عباره عن ديسير. غادي ناخذوا كاس ونصف ديال الدقيق الابيض كيف هو كتشوفوا هنا في الفيديو. غادي ناخذوا كاس جوج الكيسان الا ربع ديال السكر الثقيل، وغادي ناخذوا كاس الا ربع ديال بودرة الكاكاو الخام. المقادير نخليهم لكم ديال الكيك بالضبط في صندوق الوصف. غادي ناخذ ديك المقادير يعني اليابسة أو الناشفة كاملة، وغادي نغربلوها مزيان مزيان حتى تهبط كاملة. غادي نضيفو صاشي ديال الخميرة وصاشي ديال السكر فاني، وغادي نخلطو هادشي كله مزيان. من بعد ما يندمج غادي نزيدو حبة وحدة ديال البيض، يعني بيضة وحدة، وبكاس العنبة دائما هنايا كنعبر لكم. غادي نضيفو كاس ما عامرش ديال الحليب بارد، تقريبا نقولو كاس ناقص منه واحد ثلاثة د المعالق كبار. غادي نضيفوه، وغادي نضيفو خمسة د المعالق كبار ديال الزيت النباتي، زيت المائدة. صافي، وهنايا غادي نحركو هاد الخليط مزيان مزيان حتى غادي نحصلو على واحد الخليط اللي هو بحال كريمي. هنا راه زدت قبيصة صغيرة ديال الملح. من بعد غادي نزيد نفس كمية الحليب، غادي نزيدها ديال القهوة سريعة الذوبان، يعني كأس ناقص من واحد ثلاثة المعالق ديال القهوة سريعة الذوبان تكون ساخنة جدا جدا. وغادي ناخدو الباتور وغادي نخلطو هادشي مزيان مزيان. احنا راه ماشي كنخلطو حتى غيطلع حتى شي حاجة ما غتطلع، فقط كنخلطوه باش كيندمج. وغادي ناخدو المول اللي غادي يدخل الفرن، دهنته بالزبدة ورشيت عليه الدقيق مخلط مع الكاكاو باش ميجينيش داك الكيك فيه طحين بيض من الجناب. كنتأكد ان الخليط ديالي ما فيه حتى شي حبيبات، ومن بعد كنخويه في المول اللي غيدخل الفرن مسخن على 180 درجة. بما ان الكيك يعني ماشي كيك اللي هو عالي، غياخد لكم الماكسيموم 20 دقيقة في الفرن فقط. حتى القياس ديال المول نخليه لكم في صندوق الوصف. هنايا غادي ندوز باش غادي نوجد الكناش. هنايا عندي شوكولا يعني 50% شوكولا نوار، 50% يعني نصف سكر. عندي جوج معالق ديال كريمة الدهن ديال اللي كندهنو به الخبز، وعندي لا كريم فخاش سائلة بدون سكر. غادي ناخد كذلك هنايا كنعبر لكم بكاس العنبة، جوج كيسان ديال العنبة، وتقريبا واحد شوية شي معلقة هكاك ديال لا كريم فخاش. غادي نديروها فوق البوطة حتى كتسخن مزيان، ما خصهاش تغلي تطلع فيها الغلية، مي غير تسخن الجهد اللي غيدوب لينا ديك الكمية ديال الشوكولاط. من بعد ما كتسخن كنديرو فيها ديك الكمية ديال الشوكولاط وكنحركو باستمرار حتى كندوبوه، وكنزيدو عليه دوك جوج معالقات ديال شوكولاتة الدهن. الا كان الجو بارد بزاف تقدر وما دابش لكم الشوكولاط ترجعوه شويه فوق البوطه، تعاودوا تسخنوه شويه وتبقاو تحركوا مزيان. هنا نقصت منه شويه اللي غندير التزيين، والشي الاخر غادي نديرو في المجمد، غنخليه حتى ينزل منه داك البخار. ما نديروش في المجمد بالبخار ديالو باش ما يتشكلش ليا فوقه قطرات ديال الماء، ما خصش نهائيا يتشكل فيه ولا قطره ماء نهائيا. كنخليوه حتى كيبرد، عاد كندخلوه للكونجيلاتور وكنخليوه تقريبا واحد 40 دقيقة الجهد اللي شد في راسو. هنا من بعد ما كنخرجو الكيك وهو ساخن كنسقيوه بواحد الكويس صغير ديال الحليب اللي يكون بارد، يعني كيك ساخن حليب بارد باش يلاه يتشرب لينا داك الحليب. كنخليو الكيك على جنب كيبرد، مني كيبرد الكيك كنخشيوه في الثلاجة باش ما تذوبش لينا عليه الكريمة اولا الكناش. من بعد ما كيتماسك الكناش في الكونجيلاتور كنجبدوه وكنطلعوه مزيان، وساهل باش كيطلع. وكن يعني كنضيفو على الوجه ديال داك الكيك، وكنجيبو ديك الصوص شوكولا، وكن يعني كنديروها كطبقه
اخيره فوق داك الكاناج حتى هي كنكونوا دايرينها في الثلاجه وكنزينو باش ما بغيتو. هنايا درت انايا اللوز مقلي ومهرمش وغادي نسقيه بصلصه الكراميل باش ما يجينيش داك اللوز ناشف، وحنا ملي نكونوا ناكلوه يجينا ناشف وكيتفرتت، خصو يجينا معلك صافي. وكان تكون كتحليه عائليه. هنايا غادي ندوزو غادي نحضروا الطويجين ديال الدجاج مقلي بصيله وبالفلفله مشويه، كيجي خطير البنات هذا الدجاج هذا. فمن بعد ما كنكون غسلنا الدجاج بطبيعه الحال وقطرناه، انا فلحته هنا ودرت شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، شويه ديال الملح، عصير ديال نصف حامضه على حسب الكميه انا اللي عندي هنا ديال الدجاج، وغادي نضيف شويه ديال الزعفران الحر. غادي نجيب شويه ديال الماء وغادي نطلق به ديك العطريه. هنا راني ما درتش مازال ما درتش الزيت، وكناخذ ديك الطريفات ديال الدجاج وكندخل فيهم ديك العطريه مزيان مزيان. الا عندكم الوقت خليهم حتى يتشربوا العطريه. هنا خديت جوج حبات ديال البصله شنفتهم ودرتهم في التحت ديال الطنجره، وعاد حطيت فوق منهم دوك الطريفات ديال الدجاج. غادي نجيب تقريبا واحد 3 د الفصيصات ديال الثومه وغادي اما معسوهم ولا حكوهم فوق داك الدجاج. وهنايا واحد شويه ديال الماء غسلت به ديك العطريه اللي بقات في الطبسين، ما غاديش نكثر الماء حيت البصله كتطلق الماء، وغادي نطيبو على واحد العافيه اللي مهيله بزاف بزاف يطلق لي الماء طبيعي. عاد زدت زيت الزيتون كنخليوه يطيب كيف قلت لكم على مهل. هنا كنغسلوا الفلفله، اي نوع ديال الفلفله عندكم كنشفوه وكندهنوه بالزيت، اما تدخلوها تشوى في الفران. هنايا انا غنديرها تشوى في الاير فراير، الا كنتو غديروها تشوى فوق البوطه ما تدهنوهاش بالزيت. هنا انايا ملي بدا الدجاج كيدخل فيه الطياب غادي نقلبو باش ما تبقاش ديك العطريه غير الفوق تهبط ليا لتحت على ديك البصيله، وغادي نخليه مازال يدغمر. من بعد كتبقى لي واحد ربع ساعه تقريبا كنزيد شويه ديال الزيتون احمر الدجاج. انا كنفضل الزيتون الاحمر، يمكن لكم زيدوا حتى الزيتون الاخضر. بعد ما تشوات الفلفله ما كنغسلوهاش نهائيا لانها مغسوله من قبل، ما كنغسلوهاش باش ما تفقدش ديك البنه ديال الشواء ديال، كنقشروها كامله. وهنا راه الفلفله انا درت معها واحد الفصيصات ديال الثومه من بعد ما تشوى ومعستهم في هاد المقيله، زدت عليهم شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الملح، وغادي نصوطي فيهم هاد الفليفله. هادي كتجي ولا اروع البنات، تيقوني كتجي بنينه. هادي راه تاكلوها غيركم سلطه كتجي زوينه. صافي من بعد ما تدغمر الدجاج مزيان كنقدمو ونحطو ديك الفليفله الوسط. هنا غادي ندوزو باش نحضرو الشوربه ديال الخضر المشويه. هنا بالنسبه للخضر اللي خديت انايا، خديت الفلفله، جوج حبات كبار ديال البطاطا حلوه، حبه ديال البطاطا عاديه، جوج خيزويات، وحبه ديال البصله. غادي ناخذ الخضره غادي نقطعها كامله شرائح اللي تكون رقيقه، وغادي نخلطها. غادي نديرها في واحد البول، غادي ندير لها شويه ديال الملح حسب الذوق، واحد شويه ديال الفلفل الاسود ماشي بزاف، هاد لاسوب ما بغيتش نكثر فيها العطريه. غادي ندير فيها شويه ديال حبوب ديال القزبر، وغادي ندير شويه ديال الزعتر، اي شويه ما تكثروش باش ما تجيكمش عاوتاني مره بالزعتر. وغادي ندير هنايا عندي انايا كانت عندي الثومه ديجا يعني في هاد القرعه هادي، يمكن لكم تحكوا واحد من 3 حتى 4 الفصوص كبار ديال الثومه، وكندير كميه كبيره ديال زيت الزيتون باش ما تحرقش. كنخلط الخضره مزيان، ومن الاحسن تكون عندكم شي لاطه اللي تكون ثقيله اولا المقله ديال المسمن وديروا فيها هاد الخضره. ما تكونش الخضره معرمه بزاف يعني خاصها تكون باش يدخل فيها الطياب وتجينا فيها ديك الريحه ديال يعني الريحه ديال الشواء. خضره مشويه غنشعلوا عليها الفران من الفوق ومن التحت ونخليوها حتى كتشوى. هنا غادي رافقها بشويه ديال الدجاج، هذا اختياري ما بغيتوش ديروه ما ديروش. خديت شويه ديال صدر الدجاج قطعته رقيق، حكيت عليه شويه ديال الثومه، شويه ديال السكنجبير طري، شويه ديال اكليل الجبل اولا اليازير غادي نقطعه حتى هو طري، شويه ديال الهريسه، وغادي ندير شويه ديال الثومه، وكذلك شويه ديال البابريكا والملح، زيت الزيتون، وشويه ديال القزبر يابس،
وغادي نخلط هاد الدجاج وغادي نخليه يتشرب حتى كطيب لي ديك الخضيره، ومن بعد حتى هو كندخلو للفران يتشوى. هنا من بعد ما تشوات الخضره خليوها حتى يعني بحال تبدا كتلصق شويه في اللاطه، باش تجي في هذيك البنه ديال لا بغينا نقولوا ديال الشواء. كناخذوا ديك الخضره كامله كنديروها في الطنجره وكنخوي عليها الماء الطيب، ملي كتطلع فيها الغليه كنخليوها تغلى واحد شويه صافي كناخذوها و يعني كندوزوها في الطحانه كنطحنوها، كتجي واحد الشوربه ولا اروع في هذيك الريحه اللي زوينه وبنينه بزاف بزاف. هنا كتذوقوا بطبيعه الحال الملح، والدجاج حتى هو درتو تشوى في الفران وكنديرو كنقدمو فوق يعني فوق ديك الشوربه حتى كنبغي نقدمها، يعني ما كنديروش من الديبار، يكون هذا هو الشكل ديالها. وهنايا غادي ندوزو باش غادي نوجدو واحد السلطه اللي سلطه غنيه بزاف. هنايا سلطه ديال الذره، هنا عندي الذره اللي كتكون مجمده بارطاجيتها معكم مرارا وتكرارا في القناه. غادي نديرها تسلق، نتوما ما عندكمش هاد الذره غادي نديرو الذره المعلبه، زدت لها شويه ديال الملح وغادي نديرها تسلق. هنايا غادي ناخذ طوماط سوريز او المطيشه العاديه وغادي نقطعها رقيقه بزاف، لان الحبات ديال الذره عندي صغيورين باش يجيني داكشي متجانس. وغادي ناخذ شويه ديال الخيار حتى هو غادي نقطعو رقيق مربعات صغيوره، البصله بيضه ماشي الحمراء ماشي الصفراء، من الاحسن بصله بيضه غادي نقطعوها حتى هي رقيقه. ومني كتسلق لينا ديك الذره وكنصفيوها كنجيبو ديك مطيشه الخيار، كتشوفوا انا لاحظتو هنا بحال كنعصرهم من الماء باش ما تجينيش السلطه فيها الماء. خديت واحد الحبه كبيره ديال الخيزو حكيتها وضفتها لهذا الخليط وكنخلط بصوص سيزار، يعني الصوص المفضله عندي، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات ديالنا ديال اليوم. هذا الكيك هذا تحتفظوا به في الثلاجه، ملي تبغيو تقدموه خرجوه ياخذ واحد شويه الحراره ديال المطبخ باش يجيكم شويه معلك. وهذه هي السلطه، درت فوقها شويه ديال المعدنوس من الفوق. الشوربه كتجي رائعه بزاف وبنينه، فيها واحد يعني واحد الرائحه اللي زوينه بزاف، وكذلك الطويجين ديالنا ديال الدجاج بالفلفله مشويه. نتمنى ان الاقتراحات ديال اليوم تكون عجباتكم بنات. الى عجبوكم هاد الاقتراحات خليوا لي في التعاليق نصايب لكم فيديو اخر ونجيب لكم نحط لكم فيه اقتراحات وحده اخرى اللي تنفعكم في هاد رمضان هذا. شكرا لكم بزاف بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.